مع إشراقة يوم جديد، مع إشراقة يوم سعيد، مع صباح البهجة، صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح العمل، صباح كل حاجة حلوة، صباح كل حاجة فيها تفاؤل، صباح كل حاجة فيها نشاط وحيوية، مع برنامجكم سفيرة السعادة، معاكم وبيكم وليكم رحاب سمير. النهاردة هنتكلم عن تقاليد أو عادات وتقاليد. قبل ما نعمل الفقرة دي كان لازم نجيبها من مصدر موثوق. المصدر الموثوق ده خدناه عن عادات وخرافات العرب للمخرج علي غنيم. طبعا سألنا مجموعة من الناس عن مدى صحة الخرافات وفعلا أثرت عليهم ولا ما أثرتش عليهم. الموضوع كبير قوي للأسف، إن الموروثات والعادات والتقاليد تورثناها بنورثها لأولادنا وإحنا ما نعرفش مدى صحتها، مدى جديتها، صح ولا غلط. وللأسف ولادنا بيتورثوها وبنورثها لأجيال كتير قوي قبلنا وبعدنا. هنيجي نعرف النهاردة إيه التقاليد بالنسبة لنا، بتمثل لنا إيه، بنتشائم بنتفائل. بالنسبة للحيوانات وللطيور، الكروان، الغراب، البومة، القطة، الأرنب، حيوانات كتير قوي بتمثل لنا تشاؤم وبتمثل لنا تفاؤل. ده اللي هنعرفه النهارده مع ضيوفنا. بنرحب بيهم المهندس ابراهيم عبدو، مدير اداره التشغيل بهيئه التقاليد المتجدده. صباح الخير. صباح الخير. معانا اشهر واجمل ميك اب ارتست رانيا بحيري، بنرحب بيكي. صباح الخير. صباح النور. ايه دلوقتي قبل بعد ما رحبنا بيكم هنطلع لتقرير وبعدها هنشوف بنتفائم ولا بنتفائل. بعد التقرير اللي هنشوفه هنعرف بنتشائم ولا بنتفائل. نشوف التقرير معانا. البومة أنا عن نفسي بحب عينيها جدا الحقيقة. الغراب ناس كتير قوي بتقلق منه، بتتشائم بيه. الديب ايه خفتي منه؟ الحمار ده، انهي الحمار؟ يقال لما بنشوف حمار بيبقى هو شايف شيطان. هنشوف مدى صحة الكلام ده. الديك لما بنشوفه بيبقى شايف ملاك، فيقال ان احنا لازم ندعي في اللحظة ديت. الكلب الاسود دايما لما بنشوفه اللي هو بنخاف قوي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وخايفين عشان هو شايف جن دلوقتي وبلاش نبص في عينيه. تعبان طبعا، عارفين ان قشر الجلد التعبان بيتغير كل فتره والقشره دي بتطلع خالص. وكمان بيعملوها اكسسوارات زي ما احنا شايفين في التقرير. بيستخدموها الجلب الحبيب. القطه، طب دي حلو، دي قطه ابيض في اسود يعني. بيقال ان القطط بسبعة ارواح، يعني لو رميناها من الدور العاشر مش هتموت عشان هي بسبعة ارواح. الارانب بتخاف قوي من الحسد، ده اللي بيتقال، واي حد بيشوفها بعد شويه لو لسه والده بلاش يدخلوا عليها حد لانها بتموت فورا يعني. الطاووس من الكائنات الجميله، طبعا بنستعمل ريش الطاووس في المخدات، تبقى من أغلى الحاجات اللي موجودة ومن أغلى الديكورات اللي موجودة، وبنستعمله كمان في الزينة وبنحطه في الفازات زي الورد. سمك الزينة لما يبقى موجود في البيت بيقولوا بلاش علشان بيجيب الفقر. معتقدة بده. الخفاش او الوطواط بيقولوا انه ما بيطلعش من بني ادم غير بالطبل البلدي. هنعرف مدى صحة كل الحاجات دي مع ضيوفنا دلوقتي.
ورجعنا معاكم بعد التقرير وهنعرف رأي ضيوفنا في التفاؤل والتشاؤم. أول حاجة هنتكلم على الغراب، حضرتك بتتشائم منه ولا بتتفائل بيه؟ هو بصفة عامة موضوع التشاؤم والتفاؤل ده يعني حاجة أنا ما عنديش بيها إيمان كبير يعني، لكن في بعض الأشخاص حتى مش بس الحيوانات ممكن تشوفيها تحس إن اليوم نفسيتك بقت كويسة، مش تشاؤم لكن بتبقى أو تفاؤل يعني، بس بيبقى فيه يعني حالة نفسية أحسن. لكن على سبيل المثال الغراب زي ما حضرتك بتقولي، على فكرة أنا من الناس بجد الغراب بعشقه. الغراب يمكن عشان مرتبط بقصة قابيل وهابيل شوية، تمام، هو اللي فقصة علم مأساوية الإنسان شوية، فالناس الدفء. خدته في الناحية الجانب المظلم أو ناحية التشاؤم. لكن هو الغراب زيه زي أي كائن ربنا خلقه، أكيد له وظيفة في الدنيا بيأديها وبيعمل بيكمل الحلقة بتاعة دورة الحياة وبيعمل فيها توازن زيه زي أي كائن حي. ده رانيا معتقدي رأيك في الغراب إيه؟ برضه هو كائن برضه أنا ما بتشائمش بيه، يعني أنا مش معترفة خالص بالتشاؤم أو التفاؤل، يعني لا خالص. الغراب برضه مرتبط بقصة قابيل وهابيل وإن هو علم الإنسان الدفن، ف لا ما بتشائمش بيه، انا شخصيا لا بجد بحبه قوي، ما وبحبه وانا بتشائمش. نازل الامتحان بتفائل وبعرف ان انا حل كويس. لا انا عايزه اقولك ان في ناس اصلا لما بتشوفه واقف على البيت، على بيت مثلا او على عماره او حاجه، يقولوا لك هنا هيحصل فيه، في حد هيموت، يعني هنا هيحصل فيه ميت، هنا هيحصل فيه هما عزاء، بيتشائموا لمجرد انه بيتشاؤموا. وراه. بس دي خرافات كلها يعني، لا دي مش. طيب بالنسبه للكروان، الكروان دي حاجه جميله يعني، حاجه حلوه حتى صوته طبعا. جميل. هو الموضوع بيبقى مرتبط شويه بالثقافات، مرتبط شويه بالموروثات اللي احنا اخذناها عن الاجيال صحيح. اللي قبلينا. الكروان حاجه جميله قوي، انا عن نفسي لما بسمع صوته ببقى حاسس باحساس جميل جدا يعني. رانيا هو فعلا بيقول الملك لك، لك يا صاحب الملك؟ اه طبعا، كل طائر، كل حيوان، كل حد على وجه الارض ربنا خلقه بيسبح لوجه بيسبح الله لربنا. اه فهو صوته طبعا حلو. لا الكروان ده لما بسمعه الصبح مثلا، لا بيبقى حلو طبعا، تحسي بقى يومك كده ابتدى حاجه حلوه يعني. هو كل حاجة ربنا خلقها بتسبح، حتى الأرض، حتى طبعا الحجارة، حتى الجبال، فعلا والشجر، كله كل حاجة، يسبح كل حاجة، لله. كله بيبص لربنا. تمام. سمعت طبعا عن الخفاش أو اللي احنا بنسميه وطواط، وسمعنا لما بنوتة لسه تبقى مولودة جديدة بيوطوطوها. دي معلومة لسه عارفها قريب حقيقي، لسه معرفة قريب قوي قوي يعني. يعني احنا عادة في أقاليم كتير وفي مصر الموضوع ده منتشر جدا، لما البنت بتتولد علشان جمالها وعلشان انوثتها بيجيبوا خفاش وبيذبحوه وبيدهنوا جسمها بالدم الخفاش، وكده هم كده وطوطوها علشان جمالها وانوثتها وعلشان ظهور الشعر في جسمها. رأي حضرتك ايه في الموضوع ده؟ الوطوات له صفات معينه الناس خدت. اولا الوطوات بيعيش بيظهر بالليل، ما بيظهرش بالنهار، بيقعد في الأماكن اللي هي مهجورة، بيتغذى على الفواكه، الناس مش واخدة بالها إن هو بيتغذى على فواكه مش بس على اللحوم. من أحد الحاجات المميزة له جدا إن هو بيمص دم الفريسة بتاعته، فربما الحاجات اللي هي السلبية دي أو الناس شايفاها سلبية خدت فكرة عنه إن هو طائر يعني طائر شؤم او طائر مش محبب للنفس، عشان هو بيبقى دايما مرتبط بالاماكن المهجوره او حاجات زي كده. لكن اكيد زي ما انا قلت في الاول، هو كل مخلوق خلقه ربنا اكيد له وظيفه في الدنيا بيأديها يعني، ده اكيد. اكيد. لكن المعلومه اللي حضرتك بتقولها دي انا اول مره اعرفها قريب جدا يعني. لا انا اعرفها، انت تعرفي المعلومه دي؟ بس ما يعني ما شفتش حد عملها، ما شفتش حد عاملها وفعلا ظهور الشعر، ما الشعر لا انا ما ظهرش الحقيقه كده، سالت ناس كتير معرفش. وفعلا اللي اتعمل لهم كده فعلا كانهم عاملين ليزر طبيعي. طيب هل فعلا الخفاش ما بيطلعش غير بالطبل البلدي من الانسان؟ بصي انا معلوماتي عن الخفاش ان هو ما بيشوفش، فبالتالي ربنا خلقه ان هو بيصدر صوت او ذبذبات كده تعرفوا هل قدام دوت في كائن موجود ولا لا، في زي فبيصطدم جبل، فيه في حاجه. اه فصوت الذبذبات دي بترجع تاني ليه، فبيغير اتجاهه. تمام. فانا حوار ان هو يقفش في جسم الانسان او في وش ممكن الانسان نجربه. يعني ما اعرفش ايه، ممكن نجربه اه يعني ممكن، بس لا ما افتكرش. لا برضه. طيب احنا طبعا عارفين ان التعبان بيغير جلده من فتره للتانيه،
من مرتين لاربعه في السنه، فبيجيبوا قشره التعبان دي وبيعملوها اكسسوارات وحليه علشان جلب الحبيب او حجاب. لما بتبقى في شنطتنا يبقى عارفين ان البنت او المدام اللي هتبقى معاها اكيد هتتجوز، فالبنات ماشيه وجواها شنطتها قشرة تعبان. وللأسف أنا كان نفسي أجيب لكم قشرة تعبان أرض عندي، والله بس مش عشان أتجوز، خلاص اتجوزت. اتفضل. التعبان أصلا له يعني من الحيوانات اللي هي الإنسان خدها بصورة أعظم من شأنها قوي. يمكن الفراعنة كان أحد الحيوانات اللي كانوا بيحطوها على رأس التاج بتاعهم اللي هي الكوبرا المصرية، وفي خواتيمهم وإكسسواراتهم الحيوانات بصفة عامة عند الفراعنة كان ليها شأن كبير جدا، وكانوا بيعتقدوا فيها اعتقادات تصل إلى حد التأليه عند بعض الأسر الفرعونية. التعبان كان أحد الحيوانات اللي هي مميزة قوي عند الفراعنة، ومش بس عند الفراعنة، عند كمان الصينيين، عند اليابانيين. يعني يقال كده إن في اليابان في مقولة بتقول إنه لو حد قتل تعبان ممكن يبقى عنده شؤم طول حياته فالتعبان له على مدار التاريخ ومع كل الثقافات الموجوده اعتقد ان له مكانه كبيره جدا ما بين المخلوقات اللي ربنا خلقها. يعني ايه رايك في الكلام ده يا رني؟ لا ما بحبوش، بخاف منه. ده والاكسسوارات، في عندك اكسسوارات على شكل تعبان؟ لا ما عنديش، بس انا اعرف ان هو من اغلى انواع الجلود يعني، وبتبقى في الشنط طبعا بتبقى فظيعه. يعني الجلد اللي انت لابسه ده جلد تعبان ولا حاجه؟ لا 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 دي حاجه كده. هو بس اللي انا قلته ده مش معناه ان الواحد يحب التعبان، يعني دايما دايما الحيوانات اللي فيها خطوره التعبين فيه موجود منها تقريبا 3000 نوع من التعبين على وجه الارض، منهم تقريبا 350 او 300 وكسر دول اللي سامة. وللاسف ما فيش اي وسيله دلوقتي ان احنا نعرف ان النوع ده سام او غير سام، وبالتالي لما اجي اتعامل مع تعبان او يكون في ظروف ان انا موجود في مكان فيه تعبان لازم يكون في مسافه امنه بينه وبينه، ما ينفعش ان انا اقرب منه الا الناس اللي هي المدربه على ده، لكن اكيد ما فيش حد بيصاحب التعبين يعني مؤكد. صحيح القطط بسبع ارواح، يعني انا لو جبت قطه دلوقتي ورميتها من الدور العاشر مش هخاف عليها خالص، هتقوم تجري عشان هي بسبع ارواح. دي حاجه بتاعت ربنا. لا طبعا ازاي يعني، لو وقعت لا خلاص يعني كل حاجه مكتوب لها عمر محدد. طبعا. بتتشأمي وبتخافي من القطط السوداء ولا بتخافي من القطط بوجه عام؟ لا هي القطط عامة أسمع عنها برضو إن هي بتشوف حاجات، ولا بخاف منها برضو يعني ما بحبهاش يعني. ما كلمتي قطة قبل كده؟ كلمتها وساعتها مامت ماما يعني ستي قالت لي لا ما تكلميش قطط تاني، خصوصا أنا كنت حامل والقطة كانت حامل، واقفة بهزر معاها وبقول لها إيه ده أنت حامل زيي، ساعتها بقى زعقت لي وقالت لي لا ما تكلميش قطط خالص خالص. بما ان حضرتك عشت في الصحراء وقت طويل وطبعا بتشوف من الحيوانات والكائنات دي كتير، شفت قطط سودا وكلاب سودا خفت تبص في عينيهم ولا الموضوع كان بالنسبه لك سهل؟ انا شويه مش بحب القطط، انا بحب القطط جدا، حتى لو سودا عندي قطط في البيت يعني، عندي قطه في البيت يعني. القطط من الكائنات الجميله قوي والرقيقه قوي يعني. الكلاب انا مش بكرهها لكن مش بحب تربيتها. اللون بتاع القطة او بتاع الكلب اكيد ما هوش مش حاجة منفرة من الحيوان ده، لكن مؤكد ان الالوان اللي هي المبهجة شوية بتبقى محببة للنفس شوية، تبقى افضل يعني شوية. يعني اللون الاسود بيبقى دايما مرتبط شوية بالحاجات اللي فيها حزن، بالحاجات اللي فيها تشاؤم شوية، لكن لا خالص يعني. القطة مخلوق جميل جدا وكائن لطيف قوي، لما بيتربى في البيت من بداية حياته بيبقى كائن جميل قوي يعني. رايك في البومه ايه؟ البومه حلوه كيوت، وشها حلو جدا، انا بحبها قوي يعني. حلو بس ما اعرفش ليه الناس برضو بتتشائم منها. ده في مصر بس بره مصر بيتعاملوا معاها لانها مصدر للتفاؤل جدا. هي وشها جميل قوي يعني، انا بحبها، وصوتها كمان وعينيها كده جميله وكيوت. أيوة. انا بحبها. راي حضرتك فيها ايه؟ نفس اللي انا قلته قبل كده، زي البومه زي ما حضرتك بتقولي، مصر ده مصدر للتشاؤم، انما بره مصر دوله ثانيه هتلاقيها مصدر لكل حاجه كويسه. فهو بترجع لثقافه الشعب، بترجع للموروثات اللي جايه من الاجيال اللي سبقت، بترجع ل ممكن بتبقى في حوادث معينه او احداث معينه حصلت متعلقه بالكائن ده او بالمخلوق ده، وبالتالي بتطلع عنه المقوله اللي هي بتبقى ايجابيه احيانا وسلبيه احيانا. زي ما قلت لحضرتك التعبان احنا اكيد كلنا بنخاف منه يعني. في اليابان بيقدسوه جدا، الفراعنه كانوا بيقدسوه بشكل غير طبيعي.
نفس الكلام على الخفاش، الخفاش كائن له دور في الحياة بيأديه. الثقافة موجودة في مصر بشكل معين، بره مصر تلاقيها بشكل مختلف، ده شيء طبيعي بالنسبة لكل الثقافات يعني. هل صحيح لما الحمار بينهق ده بيبقى شاف شيطان وبنتعوذ ونقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لما بنشوف الحمار؟ ده بناء على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه انه صوت الحمار بيبقى بيصدر نتيجه ان هو بيبقى شايف شيطان، وان الديك لما بيصيح بيبقى شايف ملاك. عشان كده بندعي في الوقت ده. عشان كده بندعي، ده معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انا في معلومه قريتها مدى صحتها من عدمه مش متاكد منه قوي، انه الملائكه مخلوقين من نور، وبالتالي بيبقى معاهم اشعه او بيصدروا اشعه فوق بنفسجيه. فوق بنفسجيه. الديك بيشوف الاشعه فوق بنفسجيه، فوق البنفسجيه، فبيشوف الملائكه او بيحس بالملائكه. الحمار بيشوف الاشعه تحت الحمراء. الجان مخلوق من النار وبيصدر اشعه تحت حمراء. ويقال انه لو اجتمعت الاشعتين مع بعض الاشعه تحت الحمراء بتدوب او بتنتهي، ولذلك ما بيجتمعش الجن مع الملائكه او الشياطين مع الملائكه. يعني ما اعرفش مدى صحه المعلومه دي، بس ده قريتها يعني. ايا كان في العادات والخرافات اللي بنسمعها واللي احنا جايين نتكلم عنها النهارده، ان احنا مش عاوزين ولادنا يفهموا ده او يتوارثوا ده لمجرد ان احنا بس بنقوله. احنا جايين عشان نقول ان فعلا فعلا مش هنؤمن بحاجه الا الله سبحانه وتعالى. تشاؤم، تفاؤل، يا ريت كل حاجه نتفائل بيها، ما يبقاش اصلا في اي مصدر للشؤم ولا للتشاؤم خالص، بالعكس حياتنا كلها بهجه، كلها تفاؤل، بعيدين كل البعد عن التشاؤم. لان زي ما احنا عارفين ان كل حاجه احنا متوقعينها كل متوقع ات، فدايما يا رب دايما نتوقع الخير. والرسول صلى الله عليه وسلم قال بشروا ولا تنفروا. عايزين وتفائلوا بالخير تجدوه طبعا. عاوزين نتكلم كمان عن الأرانب. الأرانب معروف عنها إن هي بتخاف جدا وعندها جهاز تنفسي قوي جدا، علشان كده لما أي حد من البشر بيجي يقرب عليها قوة استشعارها فظيعة، فبتخاف قوي من كتر خوفها بتموت. فالناس معتقداتها إن هي بتخاف قوي من الحسد، فهي ما بتخافش من الحسد، هي عندها جهاز تنفسي ممتاز فبتخاف جدا. فده التوارث الغلط اللي احنا بنقول اصل هي خايفه من الحسد، محدش يخش عليها وهي لسه والده علشان بتتنذر. بتتنذر صحيح. ايه رايك؟ هي انا عارفه ان هي بتتنذر على طول، بس ما اعرفش معلومه ان هي قوه نفسها يعني سريعه او حاجه. هو ده العلم، هي ممكن. هي ما بتتنذرش ولا بتتحسد، هي بتخاف قوي. فما بس هي كلام يعني كلام بقى لاجداد وكده، هم اللي بيقولوا يعني المقولات دي. تمام، وراي حضرتك ايه؟ يعني الحسد مذكور في القرآن، أكيد كلنا بنحرص منه يعني. لكن في مصر شوية الأمور بتبقى واخدة حد أعلى من الطبيعي شوية يعني. موضوع التشاؤم، التفاؤل، الحسد بنخليهم دايما زي الشماعة اللي بنعلق عليها، إن احنا ما قدرناش ننجز عمل، إن احنا مش عارفين ننفذ خطة وضعناها، إن احنا مش قادرين إن احنا ننجح في حياتنا. اعتقد انه الاصل في الموضوع ان الواحد يجتهد ويشتغل. موضوع الدخول على الارانب والكلام ده يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. الطبيعه بتاعت الانسان اصلا ان هو بيبقى كتوم شويه على الحاجات الخاصه بالنسبه له. الارانب بتتربى في البيت او بتتربى في مزارع يعني، اذا كان في مزارع فمش هيدخل على الشخص الوحيد، مش هيدخل المزرعه غير المتخصص، ومش هيروح البيت عند المكان اللي بيتربى فيه الطيور الا الشخص اللي هو بيعتني بيهم. وبالتالي ربما يكون هم يعني عندهم ألفة شويه اكتر من بقيه الحيوانات، وبالتالي لما بيتغير عليهم اي حد تاني ممكن يكون ده حاجه عصبيه عندهم او حاجه في تكوينهم، انا ما اعرفش. بس هو بصفه عامه احنا كل الامور دي المفروض تبقى هي الخطوه الاخيره في تفكيرنا يعني. اول حاجه ان احنا نشتغل، اول حاجه ان احنا يبقى عندنا جد في عملنا ومصبره في عملنا، واكيد النتيجه هتطلع غير اللي احنا بنتكلم فيه خالص يعني، مؤكد. تمام. البومه عارفين لو حد شافها بنبقى خايف انه يسقط وهو رايح الامتحان، ولو واحده حامل بتخاف وانه يسقط.
بتخاف انها تسقط في حملها بسبب بتخافي. انها شافت بومة. طبعا احنا جايين نقول النهاردة فعلا كل المعتقدات دي غلط، في حاجات منها صح، دي اللي هنورثها لاولادنا، ان هم يتفائلوا، ان هم ما يتشائموش من حاجة، يستعيذوا دايما من الشيطان الرجيم، يقضوا على حوائجهم بالكتمان، الكتمان بالظبط، جايين نقول يستعينوا على الله. يستعينوا على قضاء حوائجهم بالكتمان. الموضوع بسيط قوي، عاوزين كل حاجة سيئة نبعدها عن ولادنا خالص، علشان دي الأجيال اللي جاية وهي اللي هتبعد أي حاجة مصدر للتشاؤم بعيد عننا. هنروح فاصل ونرجع لكم تاني. مع أستاذة نيهال، وهنا عندنا بنشتغل رسم وتلوين و... ورجعنا لكم تاني ومع ضيوفنا في فقرة شاركني. شاركني، كلنا عارفين ان الاهتمام مش بس هو نص الحب، الاهتمام هو الحب كله. الحب كلمة صغيرة بس ليها معاني كتير، هو أساس الحياة. الحياة كلمة بسيطة جدا بس ليها معاني كتير. البساطة هي انك تركز في كل كلامها، في كل تصرفاتها، علشان وهي بتتكلم معاك أكيد هتقول بتحب إيه وبتكره إيه. من خلال كلامها هتعرف هي عايزة إيه، لو حابة شوكولاتة هتجيبها لها، لو حابة خروجة معينة هتقول ده في وسط كلامها، فأنت هتخطف كلامها وتقوله لها وتعمل لها اللي هي بتحبه. الاهتمام إنك تهتم بيها، إنك تنزل تتمشى معاها، إنك تجيب لها حاجات بسيطة، دورة حلبسة، تمشي على الكورنيش، مش لازم خروجة غالية وعظيمة. الاهتمام ما بيطلبش. بعد تعب طول اليوم، بعد إرهاق وزعيق وصريخ من الولاد في المدارس والمذاكرة، مش محتاجة غير إنك تقول لها بتتعبي كتير قوي علشاننا. الكلام ده هيفرق معاها. ما تقولش لو قلت لها كده هتتغر، مش هتتغر، بالعكس هتعمل أضعاف أضعاف الكلام ده. إيه رأيكم أنتوا بقى في الكلام ده؟ بما إن معانا الصنف الآخر، إيه رأي حضرتك في الاهتمام؟ الاهتمام أكيد حاجة مهمة جدا في الدنيا يعني. الاهتمام من الطرفين مش من طرف واحد، يعني الاهتمام من الراجل للست ومن الست للراجل. كل واحد من الاتنين عنده دور في الحياة، عنده دور في الأسرة، عنده دور في المجتمع. وأعتقد إن كل واحد الاهتمام ده شيء طبيعي، مش محتاج إن هو يطلب زي ما حضرتك بتقولي. أكيد الاهتمام ما بيطلبش. الاهتمام بيبقى شيء نابع من ذات البني آدم من جواه. أكيد شيء طبيعي، لازم الزوج يهتم بزوجته والزوجة تهتم بزوجها، ده شيء أكيد مؤكد يعني. إيه رأيك في الاهتمام؟ لا، الاهتمام شيء مطلوب، لأن الاهتمام هو بيحبني يبقى هيهتم بيا. لا لازم، لو هو ما اهتمش بيا يبقى أنت كده خلاص، ما فيش حب، ما فيش امان، ما فيش اي حاجه خالص. هل لما بتودي الولاد المدرسه هو بيرجع يجيبهم، او لما بتودي حد الدرس هو بيرجع يجيبهم؟ ساعات يعني، ساعات. لا، هو لازم طبعا يهتم، ولازم يبقى يحسس كمان الاولاد ان يبقى في اهتمام منه ليهم، لازم الاولاد يحسوا بكده كمان. الحياه خد وهات، مش خد بس ولا هات بس. طبعا الحياة عاملة زي عداد الكهرباء اللي هو بيبقى رايح جاي. صحيح. في نوع من عداد الكهرباء اللي هو موجود عندنا في البيوت كلها دلوقتي اسمه وان واي، يعني بيودي في اتجاه واحد بس، اللي هو جاي من الشبكة للأجهزة الكهربائية. في النوع الجديد اللي هو السمارت ميتر، أو بيسموه العداد الذكي، ده اللي هو له تو ويز، أو الاتجاهين. ده الاهتمام المفروض يبقى زي ما أنا قلت في الأول كده، إن هو عبارة عن يعني اهتمام من الزوج لزوجته، ونفس الوقت الاهتمام من الزوجة لزوجها. زي ما حضرتك بتقولي ان هو لازم يبين لها قد ايه هي بتتعب، طبعا لازم يبين قد ايه هي لها دور مهم جدا في حياته، في حياة اولاده، في حياة الاسرة بصفة عامة، مؤكد. والزوجة مش بس ان هي زوجة، لا، الزوجة دي مش بس نص المجتمع زي الناس بتقول في اعتقادي انا، ان هي المجتمع كله، لان هي نص المجتمع
ناحيه بيولوجيه او ناحيه ست وراجل، وفي نفس الوقت بتولد النص الثاني وبتربي النصين اللي هو الولد والبنت لما يكون في اولاد. فهي هي المجتمع بامانه يعني، لكن هي بس بيبقى فيها شويه ممكن يبقى ما فيش نتيجة ان الراجل بيبقى دايما في الشغل طول اليوم وبيبقى بره البيت طول اليوم. انا بتكلم عن طبيعتي انا كشخص يعني، شغلي كمهندس بيبقى دايما طول الوقت بره البيت. لما بيرجع الراجل البيت بيبقى محتاج شوية هدوء، محتاج شوية والاهتمام ما بتقلبش يا ابراهيم. اه طب بالمناسبة ديت انت محضر لها ديت الفالنتين بما انه خلاص قربوا على الابواب؟ ان شاء الله اكيد اكيد ان شاء الله. طب والهديه ما هياش على فكره، الهديه زي ما حضرتك بتقولي كده ما هياش ابدا في قيمتها الماديه، الهديه في قيمتها المعنويه. يعني انا فاكرك، انا بقول لك حتى ولو بكلمه، حتى لو بورده، انا بحب الورد يعني، حتى لو بورده انا بقول لك شكرا على كل اللي انت بتعمليه. مش قوي. شكرا على كل اللي انت بتقدميه، شكرا على اللي انت عملتيه في محيط الاسره، في محيط الاهل. الزوجة زي ما أنا بقول كده، الزوج مش بس اهتمام بزوجته، يعني الراجل وهو بيتعامل مع زوجته مش بس اهتمام بزوجته، اهتمامه بأهل زوجته مهم جدا، لأن أهل زوجته دول ما بينفصلوش على الإطلاق عن زوجته. ونفس الكلام من الناحية التانية، يعني اللي بنقوله عن الزوج هو نفس الكلام اللي بيتقال عن الزوجة بالظبط، مفيش فرق ما بين الاتنين على الإطلاق يعني. صحيح. رانيا ايه هديه الفالنتين؟ ايه مستنياها ولا مكيش؟ عايزه ورد يا ابراهيم برضو. هي ورد بس. هي ورد، عايزه ورد يا ابراهيم. مش بقيمتها في ورد. قصيده اسمها مش عايزه ورد يا ابراهيم. في قصيده بتقول كده، كان لازم نجيبها معانا. مش عاوزه ورد يا ابراهيم والاهتمام ما بيطلبش كده. يعني مش بالقيمه فعلا، مش بالقيمه، ولا اذا كانت غاليه ولا ايه بالظبط، لا مش بالقيمه فعلا فعلا. لازم تكون ليها ظهرها وسندها، ابوها واخوها وصديقها وحبيبها، هي اللي بتيجي تفضفض في حضنك، هي اللي بتيجي تتكلم معاك، هي اللي بتخرج وسابت اهلها وبيتها وابوها واخوها علشان تقعد معاك في بيتك، فلازم تحتويها. امتصها وقت غضبها، صدقني هترد لك ده في وقت ما انت تكون متضايق، في وقت ما انت جاي متعصب من الشغل. ما تطلعش غلك وزعلك في ولادك، الولادك مش عاوزين ام غنيه ولا ام مرتاحه ولا ام مرفهه، فقط عاوزينها بس سعيده. لو انت وفرت لها السعاده دي هيبقى البيت سعيد، هيبقى ولادك سعداء، انت نفسك هتبقى مرتاح وسعيد. ممكن اعقب تعقيب صغير كده تعبني بصراحه. مش بس الزوجه اللي بتسيب بيت اهلها وحياتها وتروح بيت جوزها، هي ما بتروحش بيت جوزها، هي بتروح بيتهم هما الاثنين. الراجل كمان بيسيب حاجات كتير جدا في حياته علشان يبتدي حياة جديدة مع زوجته، لها طقوس مختلفة، لها عادات مختلفة، لها اهتمامات مختلفة عن الحياة اللي كان عايشها قبل كده. فهما الاثنين، هما الاثنين بيسيبوا حياتهم هما الاثنين ويبتدوا حياة مع بعض في بيت واحد، مش بيت الراجل ولا بيت الست، بس هي يعني اذا كانت القوامة للراجل، لكن هو ده بيتهم الاثنين اللي هو بعد كده بيت أسرة مكونة من الزوج والزوجة والأولاد. خليها تضحك أول ما تشوفك جاي من بعيد، بلاش تسمع مفتاح الباب تقول يا ساتر يا رب إيه اللي جابك النهاردة. هنطلع لفاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا مرة تانية مع المهندس إبراهيم عبده، مدير عام الصيانة في هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، مدير إدارة التشغيل بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة. بما أن العالم كله مهتم بالطاقة الجديدة المتجددة، ومصر ما شاء الله حباها الله بشمس رائعة بهواء جميل، أكيد لازم نستغل ده. إحنا عندنا أكبر مزرعة رياح في العالم، 550 ميجا وات اللي موجودة في طريق الزعفرانة. السنة من سنة بالضبط بقت اللي بينافسها
الرياح اللي موجوده وتربينات الرياح اللي موجوده في جبل الزيت. بعد الزعفرانه 140 كيلو بقت 580 ميجا وات. مدى صحه الكلام ده؟ الاول انا مدير عام التشغيل في بقية الطاقه. اللي حضرتك بتقوليه ده كلام مظبوط جدا. احنا كان عندنا من سنه 99 2000 كان عندنا محطه الرياح في الزعفرانه كاول محطه بشكل تجاري بعد محطه الغردقه اللي كانت 5 ميجا بشكل تجريبي. محطه الزعفرانه كانت بدات سنه 1999 2000 واكتملت في 2010 بإجمالي قدرة مركبة 545 ميجا بالظبط. 700 تربينة موجودين في محطة رياح الزعفرانة، وكانت بتعتبر من أكبر محطات الرياح على مستوى العالم، أكبر محطة في الشرق الأوسط بالفعل، أكبر محطة في أفريقيا. مصر الحمد لله في مجال الطاقات المتجددة رائدة جدا في على مستوى أفريقيا، على مستوى الشرق الأوسط، على مستوى الوطن العربي. يمكن اللي بيلاحقنا شويه المغرب، جنوب افريقيا عندهم طاقات متجدده بشكل كويس، لكن مصر الحمد لله في الصداره. يعني من سنه 2014 بدانا نشتغل في جبل الزيت. النهارده عندنا في التشغيل عندنا 580 ميجا في جبل الزيت، 290 تربينه. طبعا تكنولوجيا مختلفه عن الزعفرانه، بحكم ان هي مش كده بالظبط، بحكم ان هي بدات بعدها بسنوات، فبالتاكيد كانت التكنولوجيا افضل، تكنولوجيا احدث، تربينات الحجم بتاعها مؤكد بتبقى اكبر. عندي 290 تربينه في جبل الزيت، ان شاء الله السنه دي هنبدا يعني نشتغل كمان في 250 ميجا، علشان يكون عندنا في جبل الزيت 830 ميجا وات، وده رقم في مجال طاقة الرياح رقم كويس جدا، رقم رهيب ما شاء الله. كويس ان شاء الله. لسه في مشاريع كمان مستقبلية، مش بس الهيئة كمان اللي بتشتغل دلوقتي، القطاع الخاص دخل في الموضوع. كان مخطط للقطاع الخاص من سنوات طويلة جدا فاتت، لكن للأسف ما قدرش يدخل القطاع الخاص غير مؤخرا. في محطة رياح بقدرة 250 ميجا بالفعل في التشغيل في جبل الزيت قطاع خاص. ان شاء الله في محطة رياح تانية هتبقى 250 ميجا، في محطة رياح تانية هيبقى 500 ميجا. اعتقد ان محطة او مجمع محطات الرياح في جبل الزيت هيبقى من المجمعات العملاقة على مستوى العالم، ان ما كانش يبقى رقم واحد على مستوى العالم ان شاء الله. ان شاء الله. هل التربينات بتيجي قطعة واحدة ولا بتيجي قطعة وبنصدرها بنستوردها من بره مصر ولا بنصنعها في مصر؟ الحقيقه في يعني الهيئه كانت حريصه جدا على انه يبقى في مشاركه بالمكون المحلي في التربينات. وصلنا الى ما يوازي تقريبا 40% من المكون الخاص بمنظومه الرياح او محطه الرياح او مزرعه الرياح. هما بيسموها مزرعه علشان فيها تربينات كتير، فبتبقى عامله زي النخل او زي الزرع، فعشان كده بيطلق عليها الويند فارم او مزرعه الرياح. كانت حريصة على أنه المنتج المحلي يبقى مشارك بشكل كويس جدا. الحقيقة كان أنا واحد من الناس بشتغل في المجال ده من أكتر من 21 سنة، كان أحد الحاجات اللي الواحد كان بيتمناها أن يبقى فيه مصنع في مصر يقدر أن هو يصنع التربينات، تبقى شركة مصرية، تبقى شركة أجنبية بس مقرها في مصر، تقدر أن هي تعمل التربينة بشكل كامل. لكن يعني الحمد لله في مصر في مصانع للتاور اللي هو البرج. التربينه بتتكون من ثلاث اجزاء رئيسيه لو جينا نتكلم عن التربينه بشكل عام. يعني وزنها بيبقى حوالي قد ايه؟ الوزن بتاعها بيبقى بالاطنان، يعني البرج ممكن يوصل ل 60 طن. البرج اللي هو الجزء اللي شايل التربينه، اللي هو لو عندنا مروحه ستاند في البيت اللي هي المروحه الستاند دي بيبقى لها زي العمود كده، هي بالظبط نفس المكونات بتاعه المروحه اللي في البيت او نفس الشكل. يعني العمود اللي شايل المروحه ده بنسميه التاور او البرج، ده وزنه بيبقى ممكن يوصل 60 طن. الجزء الثاني بيسموه الروتر او الدوار، العضو الدوار ده اللي بيبقى فيه مجموعه الريش. التربينات طبعا على مستوى العالم دلوقتي بقت كلها ثلاث رياش، ده الفيمس او ده المشهور او ده المعتمد في انتاج الكهرباء. لكن كان في تجارب قبل كده بريشه واحده، كان عندنا تربينه بريشتين في الغردقه، كان عندنا 10 تربينات المكونين من ريشتين اتنين بس بدل ثلاثه،
لكن بعد كده كل التربينات بقى ثلاث ريش، ده العضو الدوار. الجزء الثالث اللي هو النصيل، ده الجزء الاهم اللي هو بيحتوي على كل مكونات التربينه تقريبا، من مولد، من صندوق تروس، من بعض المكونات التفاصيل الصغيره الموجوده جوه التربينه. الثلاث اجزاء دول بيكونوا التربينه، لكن كل الحاجات دي المفروض ان هي بتيجي من بره، يعني بعض اجزائها بس بتصنع في مصر. مهندس ابراهيم نورتني جدا النهارده في سفيره السعاده. ربنا يخليك يا رب. كنت مبسوطه بوجودك، واتمنى يا رب السنين اللي جايه يعني السنين اللي جايه نعمل مزارع رياح اكتر واكتر، وتبقى مصر على مستوى العالم ان شاء الله. شرفت بيك يا استاذه روح الربيع، خليك. اهلا وسهلا بيك. النهارده في اخر كلامنا جينا نقول مفيش معتقدات غلط، مفيش تشاؤم، نتفائل، نعلم ولادنا ده، نقول لمراتنا في البيت كلمه حلوه، نطبطب عليها، نجيب لها اللي هي عاوزاه بكلمة حلوة مش هتتغر، طبطب عليها ونشاركها، علشان انت راجلها وسندها وظهرها، خرجت من بيتها جت عندك، حافظ عليها علشان ولادك يلاقوا اللي يحافظ عليهم. كلمة صغيرة قوي هتفرق معاها كتير، حاجة حلوة قوي صغيرة هتفرق معاها، شوكولاتاية، بومبوناية. كنت مبسوطة قوي ان انا موجودة معاكم النهاردة في سفيرة السعادة. استنونا في الحلقة الجاية، خشوا اتفرجوا على الحلقة على اليوتيوب وعلى السوشيال ميديا، اتفرجوا وقولوا لنا حابين نناقش ايه تاني في العادات والخرافات اللي جاية. قولوا لنا حابين ايه، بتحبوا ايه، بتكرهوا ايه. ان شاء الله هكون موجودة معاكم في الحلقات الجاية، واستنونا عشان في مفاجأة في الحلقة الجاية. شكرا لكم.